السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بصفحة ديليس. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويا ربي يلقاكم الفيديو ديالي وانتم في أتم الصحة والعافية. في هذا الفيديو بغيت نوريكم الطريقة ديال الحلوى اللي كنتشهاوها وكنشوفوها في المحلات التجارية الكبرى، كتعجبنا وكتجي لذيذة بزاف. كنشوفوها في مارجان، كنشوفوها في لي باتيسري، وكنبغيو نوجدوها. غادي نوريكم الطريقة ديالها مضبوطة، واكيد غادي تنجح معكم الا تبعتوا المراحل ديال التحضير والطريقة والمكونات. غادي تجيكم ان شاء الله رطبه كيف ما كتشوفوا، معلكه من الداخل كيف ما كنشريوها وكيف ما كناكلوها بالضبط. ما تمشيو فين، ضروري ديروا ابوني وتفعلوا الجرس الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، وضروري تشجعوني بلا لايك وبلا كومونتير باش نستمر معكم ودائما نجيب لكم الجديد. وبلا ما نزيد نطول عليكم، نبداو على بركه الله في تحضير الحلوه. بالنسبه للمكونات على بركه الله، في المرحله الاولى عندي 4 ديال البياض ديال البيض، عندي 2 كيسان ونص ديال الكوك. الكوك يكون مطحون شويه، غادي نشوف واش نحتاجهم كاملين ولا لا. كاس ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الجلوكوز. غادي ناخذ كسرونه وغادي ندير فيها الكاس ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليه بياض البيض، غادي نخلطهم بملعقه خشبيه، ما غاديش نضرب البيض ديال البيض حتى يطلع، غير غادي نخلط بشويه باش تنسجم لي السنيده مع البيض. وغادي ندير الكسرونه فوق النار باش تكمل السنيده بالذوبان. درجه ديال الحراره ديال النار ضروري ما تكون مهيله بحال الشمعه، وغادي نبقى كنحرك حتى تذوب السنيده ونطفي عليها. صافي، غير كتذوب سنيده كنحيدها، وغادي نزيد عليها المعلقه ديال الجلوكوز. غادي نغطس المعلقه ويديا في الماء باش نحيد الجلوكوز بسهوله ما يسقليش في يدي، وغادي نذوب هذا الجلوكوز في الحراره اللي كاينه في الكسرونه. غادي نبدا نزيد الكوك شويه بشويه، الكوك اللي خاصو يكون مطحون شويه، من الاحسن ان ما نزيدوش كامل في مره واحده حتى نشوفو شحال غادي يكفينا، لان الكوك كيشرب. انا هنا كفاني يلا 2 ديال الكيسان، ما زدتش النص اللي بقالي. غادي نزيد رشيشه دابا ديال الملحه، وغادي نبقى كنعجن بالمعلقه حتى كتبرد لي العجينه. هذاك النص اللي بقى غادي نحيدو على جنب ما احتاجيتوش. غادي نحاول ما امكن انني كنخلط، وفي نفس الوقت غادي تبرد لي العجينه. صافي، كيف ما كتشوفوا العجينه كتجي على هذا الشكل، خاصها تكون رطبه شويه وخفيفه. ملي غادي تبرد لي تماما غادي نزيد لها الصفر ديال البيضه، وزدت لها نص معلقه ديال النكهه ديال اللوز. كيف ما تقدروا تزيدوا النكهه ديال الفاني او النكهه ديال النوازيت او ديال الحامض. هذه النكهه ديال الروح ديال اللوز كتعطيها المذاق ديال اللوز لهذا الحلوه، وكتجي لذيذه بزاف. درتها في لابوش ادوي، درت لها البوق اللي مسنن، ولاطه ديال الفرن فرشت لها الورق ديال الطهي
وغادي نبدا كننزل هكا اما على شكل دائري وكندور هكا بلابوش اولا كننزل غير على شكل وردات. ضروري ما نفرشوا الورق ديال الطهي باش ما تلصقناش في الطبسيل وتعذبنا، لان فيها واحد النسبه كبيره ديال السكر فغادي تلصق اكيد في الخلاطة. في هاد الوقيته راني شعلت الفران يسخن من الفوق ومن تحت، درجه حراره 160، وغادي نخليو الحلوه حتى تطيب على خاطرها وتحمر، وفي نفس الوقت راها كتعلق وكتجي لذيذه. وزينت الوريضه ديالي ديال الحلوه بهاد لي تخوي كونفي او القطع ديال الكرز. الحلوه خصنا نردو معاها البال في الفران، راها دغيا كطيب ودغيا كتحمر، فما فيهاش شي مكونات اللي غادي يحتاجوا انهم يطيبوا بزاف غير البيض ديال البيض، دغيا كيطيب وكتجي على هذا الشكل كتحمر من برا وكتجي معلكه من الداخل. وهذا هو الشكل ديال الحلوه كيف ما شفتوا، جات على هذا الشكل كتجي محمره وكتجي رطبه ومعلكه ولذيذه بزاف، والريحه ديالها زوينه بزاف. كنتمنى حتى نتوما تجربوها في البيوت ديالكم بالطريقه كيف ما وريتكم وتتبعوا المراحل اللي وريتكم، اكيد غادي تنجح معكم وغتجيكم احسن نتوما هكا معلكه ولذيذه، وما غاديش توليو تشريوها مره اخرى من الباتيسري، غتبقاو توجدوها في بيوتكم ان شاء الله. والطريقه كيف ما شفتوا معايا في الفيديو راها ما صعيباش، ما فيهاش مراحل كثار، والمكونات كذلك بسط، ما تخافوش منها وغير جربوها على ضمانتي غادي تعجبكم اكيد ان شاء الله ملي غادي تجربوها. كنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم مع احبابكم باش تعم الفائده، ويا ريت توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من الناس باش كلشي يستفد، وما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير. والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم معايا حتى نتوما، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوش حتى نتوما لي لايك ولي كومونتير وتشجعوني دائما نجيب لكم الجديد وكل ما هو مفيد وفي متناول الجميع. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة وإن شاء الله تكون جديدة. مع السلامة.